كان رئيس مجلس الوزراء قد وصل إلى العاصمة الصومالية مقديشيو، حيث كان في استقباله بالمطار نظيره الصومالي محمد حسين روبلي وسفير مصر بالصومال. تأتي المشاركة المصرية الرفيعة المستوى في مراسم التنصيب تأكيداً على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين منذ استقلال الصومال عام 1960، وتأتي في إطار تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة عزم مصر على مواصلة تقديم كل الدعم الممكن للصومال الشقيق من أجل بناء وترسيخ مؤسسات الدولة.